الحقيقه من ضمن العناصر الواعده في فريق النادي الاهلي حمزه علاء. حمزه علاء حارس المرمى اللي خد احسن حارس مع المنتخب الاولمبي في التصفيات الاولمبيه، واحد من الحراس اللي الاهلي بيعول على مستقبل المرمى فيهم كبير. هو الداعم الكبير، هو ومصطفى شوبير مع مصطفى مخلوف للشناوي الحارس الكبير. قناة الأهلي في لقاء مع حمزة علاء، هنشوفه ونطلع منه الفاصل، وبعد الفاصل هنشوف كلام مهم. طبعا في الأول أنا بشكرك جدا طبعا على المقدمة دي يا فاروق. أنت يمكن أنت عارفني من زمان وعارف إن هدفي طول عمره إن أنا أكون عند حسن ظن الناس كلها وعند حسن ظن أهلي وأمي وأبويا، واتمنى يعني ان انا البطوله دي والفتره اللي فاتت يعني مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي ان انا اكون عند حسن الظن، وان انا اكون يعني فرحت الناس اللي عايزه تشوفني ناجح. يعني هو الجزء الاكبر يرجع لربنا سبحانه وتعالى ان انا اظهر بالشكل اللي انا ظهرت بيه ده، لان اللعب بي بي بيجيب مستوى وبيجيب ثقه وبيخليني بيحسسني كده ان انا هعمل حاجه كويسه وكده، بس انا ما كنتش بلعب، فان انا اظهر بشكل كويس ده يعني طبعا شغل واجتهاد، بس الاكتر ان هو كرم كبير قوي من عند ربنا ودعاء امي وابويا وكل حد ان هو عايز يشوفني ناجح، فانا بشكرهم جدا. وتحضيري للماتشات كله بيبقى انا اشتغلت وتعبت وبسيب الباقي على ربنا، فالحمد لله. لا انا كان طبعا وانا صغير كان نفسي ابقى لعيب كوره، اي طفل بيبقى نفسه يبقى لعيب كوره، مفيش حد بيكبر كده يقول انا عايز ابقى حارس مرمى، ما بتحصلش يعني. فانا كان نفسي طبعا ان انا ابقى لعيب، بس انا في نفس الوقت ده كنت بلعب كره يد، فكان يعني كنت بعرف اتعامل مع الكوره بايدي، يعني كنت ما اخافش من الكوره، بمسكها برميها مش عارف ايه. في يوم يعني كنا في التمرين عادي في انمي برشلونه، رايح بشورت وتيشيرت وهجري وهشوت، الحارس بتاعنا يعني ما جاش، فمين هيقف جون يا جماعه؟ ده بيلعب كره يد، طب وقفوا جون. وقفت جون بقى، والباقي بقى تدابير ربنا. في اتنين بصراحه، كابتن طارق سليمان وكابتن تامر الدسوقي. كابتن طارق سليمان كان اول واحد شاط عليا كوره في النادي الاهلي، هو اللي اختبرني اول واحد خالص، وبعدين الاختبار التاني، ومن الاختبار التاني فيما بعد بقى كنت مع كابتن تامر الدسوقي. فهم الاثنين دول احب اشكرهم جدا جدا جدا. كابتن تامر الدسوقي يعني هو عارف معزته عندي قد ايه، وانت عارف هو معزته عندي قد ايه. يمكن اكتر مدرب اشتغلت معاه واكتر مدرب حبيت ان انا اشتغل معاه، لان هو مش مدرب بس، هو اخ كبير وصديق وفي مقام والدي يعني، وانا بشكره جدا وحابب يعني استغل الفرصه دي ان انا اقول له شكرا على تعبك معايا وشكرا على وقفتك جنبي، واتمنى يعني ان انا اكون فرحتك. اسهل ما العبش كوره اصلا والله، بس هو كاسهل منهم هما الاثنين ان انا لا لعيب كره. كره مسؤول، حارس المرمى مسؤوليه وضغط ويعني لا ضغط كبير، يعني ما اظنش ان ناس كتيره هتحس بيه او حاسه بيه، لان هما مش في يعني مش محطوطين في الموقف ده، بس هو مش الموضوع مش سهل طبعا، بس الموضوع انا لما بقيت جون حبيت الموضوع جدا، يعني لو جيت خيرتني دلوقتي ابقى جون ولا لعيب هبقى لعيب برضه عادي. لو قلت مهاجم مش هتعرف تجيب جون يا حمزه. لا انت مين اللي قال لك كده؟ لا اجيب عادي. طبعا كابتن محمد الشناوي يعني مش انا اللي هقول لك على كابتن محمد الشناوي، يعني هو عمل اسمه بنفسه وتعب واشتغل على نفسه، لحد دلوقتي بيشتغل على نفسه كانه لسه ما عملش اي حاجه، وده يعني انا مثلا كجون صغير في الفرقه لما بشوفه بيشتغل على نفسه بالمنظر ده وبيتعب بالمنظر ده، وانا ما بعملش نص اللي بيعمله بتكسف من نفسي، فانا بقى مضطر اعمل زيه اكتر كمان فانا هو بالنسبه لي حتى في البطوله كان دايما بيكلمني، بعد اول ماتش كلمني، وبعد تاني ماتش ولما صعدنا الاولمبياد كلمني، وبعد البطوله خالص حتى بعد ما خسرنا البطوله كلمني وقال لي ما تزعلش نفسك، ودي حاجه بتحصل كتير وحصلت لي كتير وهتحصل لي تاني وهتحصل لك انت كمان تاني، يعني ما تشيلش هم، وانت الحمد لله عملت بطوله كويسه وخدت احسن جون في افريقيا وما اعرفش ايه، الحاجات دي كلها طبعا لما اسمعها منه دي بتبقى حافز، لان هو هنا في النادي وهو القدوه، يعني احنا كلنا
يعني هو عمل حاجات في النادي طبعا تتحسب له، وبنبقى كلنا عايزين ان احنا لما الفرصة تجيلنا نقدر ان احنا يعني نفرح جماهير الاهلي ونقدر ان احنا نعمل حاجة زي ما هو عمل. هو كابتن محمد الشناوي طبعا هو عشان برضه لعب بره ولعب يعني في نوادي بره النادي الاهلي، فهو عاش شاف الاجواء كلها وشاف كذا منظومة وشاف كذا حاجة، فهو اللي هو بيعمله ده هو ما بيعملوش بمجرد ان هو انا كابتن فرقة فانا كلمتي هتمشي، لا هو بيعمله خوفا علينا، وان هو عايزنا نبقى حاجة كويسة، وان هو عايزنا نبقى دايما ملتزمين، دايما حاضرين، دايما ظاهرين بأحسن مستوى، دايما شكلنا قدام الناس كويس، وده اللي بيميزه يعني، ان هو مركز في كل حاجة بصراحة، وواخد باله يعني من الناس كلها، وواخد باله ان في اكتر من 30 لعيب في الفرقة هو المسؤول يعني. فهو الكابتن يعني، ما نقدرش ان احنا نقول حاجة غير ان هو بيأدي دوره بشكل كويس جدا بصراحة. ان الكرة مش في الملعب بس، ان الكرة مش ساعتين تمرين ولا 3 ساعات تمرين بس، الكرة حياة، الكرة طريقة حياة، الكرة لايف ستايل يعني. انت بتبقى بتشتغل على نفسك بره الملعب اصلا اكتر من بتشتغل على نفسك في الملعب، لان انت بتقعد في الملعب ساعتين ثلاثة، وبعدين بيبقى في 20 ولا 21 ساعة في اليوم انت يعني انت لوحدك بقى خلاص. انت لو مش هتعرف تسيطر على نفسك وتعيش عيشه كويسه، يبقى انت ما تستاهلش يعني ان انت تبقى لعيب كوره. هو طبعا المعسكر ده مهم جدا معنويا، ومهم جدا ان هو بيقربنا لبعض وبيربطنا ببعض كفرقه، وبتبقى حاجه يعني كمعسكر بقى بدني وفني وتكتيك ومحاضرات وحاجات. فاحنا بنحتاج الفتره دي ان احنا نبدا موسم بدايه صح، يعني ان احنا نبقى سابقين عن منافسينا، ونبقى بادئين الموسم واثقين ان احنا اشتغلنا وتعبنا واجتهدنا، ان احنا ان شاء الله ربنا يكافئنا. دي حقيقه بصراحه، جمهورنا الاهلي ما بيزهقش والله يعني. انت ممكن تبقى واخد بطولات الدنيا كلها وتتعادل ماتش ملوش لازمه اصلا، بس لا تبقى جنايه. فانت دي بتبقى حافز ان انت طول ما الموسم شغال، طول ما انت عندك ماتشات، عندك تمارين، عندك بطولات، عندك اي حاجه، ان انت دايما دايما لازم تكسب. اوبشن التعادل ده بالنسبه لنا خساره، والخساره دي حرب اهليه بقى في النادي، فما ينفعش. فاحنا لازم ان احنا نبقى شغالين على نفسنا ان احنا كل ماتش وكل بطوله يبقى هدفنا ان احنا ناخدها، ناخد الماتش، ناخد البطوله، اي حاجه داخلين فيها بتاعتنا. فده بيبقى مش هدف انا لوحدي، ده هدف المنظومه كلها، مش لعيبه بس، لعيبه وجهاز واداره وجهاز طبي وجهاز اداري، وحتى الناس اللي بتبقى معانا انتوا من قناه الاهلي والسوشيال ميديا تيم بتاع الفرقه، كله هدفه ان احنا ننجح. والنجاح ما بيجيش من واحد، النجاح بيجي من كله يعني. هي الاولمبياد في شهر 6 و7 في 2024، من هنا شهر 6 و7 2024 في غير المعسكرات طبعا المنتخب الاولمبي في نادي، وانا يعني انا تحت عقد في النادي ان انا شغلي في النادي، انا بروح المنتخب من خلال النادي، انا بكون كويس في المنتخب من خلال النادي، انا كل حاجه بعملها من خلال النادي. فانا اولويتي ان انا اكون متواجد بشكل كويس جدا مع النادي، لان ده انا لو مش كويس في النادي او مش ظاهر بشكل كويس في النادي مش هروح المنتخب، لو ما بشتغلش على نفسي مش هكون كويس. فانا الفتره الجايه في منتخب، وطبعا الاولمبياد ده حلم كبير وهدف يعني، انا ما اقدرش اقول لك ان انا ما بفكرش في الاولمبياد من دلوقتي، لا يعني انا بنام وبحلم بالاولمبياد. فهي مش هي اهم حاجه بالنسبه لي طبعا ان انا اظهر بشكل كويس في الاولمبياد، بس برده مهم جدا جدا بالنسبه لي ان انا اظهر بشكل كويس قوي في اي فرصه تجيلي مع النادي. احنا يعني اولا جمهور النادي الاهلي، انا لو فضلت اتكلم من هنا لبكره مش هقدر اديله حق. لو انا اديتهم ثقه ان في جون، هم ادوني ثقه ان انا اصلا اظهر وان انا اكون كويس وان انا احس باللي انا عملته، واحس بان انا انا عملت حاجه، انا عملت بطوله كويسه. انا هم بصراحه ادوني ثقه كبيره قوي خلال البطوله كلها ان انا يعني اظهر بشكل كويس، وان انا يعني استاهل اكون موجود واستاهل ان انا العب، وان دي يعني اتمنى ان دي تكون حاجه دائمه، ان انا اكون دايما عند حسن الظن، وان شاء الله يعني ان احنا نسعدهم باذن الله.